بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 12 من الفصل الرابع لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن الجدولة متعددة المعالجات، يعني مالتي بروسيسور سكيدولينج. طيب، وناخد نبذة كده عن الموضوع دوت مع بعض. بنقول إيه؟ بنقول المالتي بروسيسور سكيدولينج أو جدولة متعددة المعالجات، بنقول لو تخيل كده احنا كل الفترة اللي فاتت ديت كنا بنتكلم على معالج واحد بس، يعني كنا بنعمل جدولة عند سي بي يو واحدة بس، معالج واحد بس. تخيل بقى لما يكون عند نظام متعدد المعالجات ايه اللي ممكن يحصل معايا؟ ده احنا كنا بنقول ريدي كيو طابور جاهز، في البروسيس موجودة فيه عشان تدخل تتنفذ على سي بي واحدة، وكنا بنعمل لها جدولة وبنعمل لها مسائل وكلام كبير، مش كده؟ طيب دلوقتي ايه اللي يحصل ممكن لو عندك مالتي بروسيسنج، عدد كتير من المعالجه على مالتي بروسيسور؟ طيب الاول بس بفكرك، خلي بالك مو عندنا نوعين من المعالجات المالتي بروسيسنج، اللي هي سيمتريك مالتي بروسيسنج واسيمتريك مالتي بروسيسنج. مقصود بكلمه سيمتريك مالتي بروسيسنج ان بيبقى عندك اكتر من بروسيسور وكلهم متشابهين في نفس التوقيت، متشابهين وبيقوموا بوظيفه واحده معايا. وايه بنقول بقى؟ when all processors are the same can attempt to do real load sharing، وبيقدر ان ايه نحمل ايه الايه العمل عليهم هم كلهم. طيب بيقول لك عندي كمان في الحاله ديت، في حاله السيمتريك مالتي بروسيسنج اللي هي الايه المعالجات المتشابهه، ممكن يكون عندي لكل معالج طابور خاص به هو او عدد من الطابور خاصه به هو معايا، ويكون عندي مثلا 1 ريدي كيو، يعني طابور واحد بس للبروسيس الجاهزه عشان تتوزع عليهم هم البروسيس كلها. طب نشوف مع بعض. بنقول عندنا في الجزء الاولاني اللي هو السيمتريك مالتي بروسيسنج سيبريت كيوز فور اتش بروسيسور، يعني ايه عدد من الطوابير لمين؟ ها ايه لكل بروسيسور، وممكن يكون عندي 1 ريدي كيو طابور واحد جاهز للاول بروسيسز، لكل الايه العمليات اللي ايه اللي جاهزه تتعامل مع هذه المعالجات. طيب في حاله يا جماعه المالتي بروسيسنج الاسيمتريك اللي هي الغير متشابهه، ممكن يكون عندي بروسيسور لكل عمليه، زي ايه؟ ممكن مثلا يكون عندي 1 بروسيسور للانبوت اوتبوت وواحد تاني للداتا ستراكشر لهيكله البيانات وهكذا. طيب في عندي برضو مصطلح خلي بالك منه اسمه ريال تايم سكيدولينج، او ها يعني ايه جدوله الوقت الحرج، الحرج اللي هو لازم دلوقتي حالا يتنفذ، اللي هو الوقت الفعلي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو عندي سيستم يعتمد على الزمن، يعتمد على الوقت، لابد ان وظيفته تنتهي في وقت محدد، بيبقى عندي نوعين من الجدوله، جدوله اسمها هارد ريال تايم سيستم وجدوله تانية اسمها سوفت ريال تايم سيستمز. وكلمه هارد ريال تايم سيستم معناها ان في تاسك مهمه لازم تتنفذ دلوقتي حالا، وبيسموها كريتيكال تاسك، لابد انها تنتهي، مفيش فايده هتنتهي، مش كده؟ فنشوف مع بعض كلمه هارد ريال تايم سيستم معناها ريكوايرز كومبليشن، لازم تتطلب انتهاء تنفيذ كريتيكال تاسك، وقت يعني تاسك مهمه حرجه، ولازم في الحاله ديت وزن خلال فتره زمنيه محدده جرانتيد مضمونه انها تتنفذ. طيب السوفت ريال تايم سيستم لا، اقل شويه من هارد ريال تايم سيستم، بمعنى بديك سماحيه في فتره زمنيه معينه للتنفيذ ولكن باولويه بريورتي. طب نشوف مع بعض بلاك ريكوايرز ذات كريتيكال بروسيس، اللي ايه لازم نفهم ان الكريتيكال بروسيس هتتنفذ لكن ببريورتي، ريسيف بريورتي، باولويات معايا، هي اقل ايه في الجرانتي شويه من التايم، لمين؟ من هارد رير تايم سيستم. جميل. بس هنا بيفكرك بالشكل اللي قدامك دوت، ان بيقول لك ان اي فعل يا جماعه، اي فعل له اي ايفنت له ريسبونس تو ايفنت، يعني علشان اقوم بفعل معين لازم اتوقع ان ايه اطلب الايفنت في فتره زمنيه حتى يتم الرد عن الايفنت ده. احنا في الريال تايم سيستم بنحاول بقدر الامكان، اللي هو نظام التشغيل بيحاول بقدر الامكان انه يقلل الفتره الزمنيه اللي قدامك دي كلها يا جماعه، اللي فترة ايه؟ ها؟ فترة الرد الفاعل. معايا؟ لو طلبت حدث معين اكيد ها؟ هيستجيب ليا النظام بعد فترة زمنية معينة، احنا بنحاول نقلل الفترة الزمنية دي بقدر الامكان يا جماعة. ومديك مثال اهوت، لو ايفنت اوكير، لو حصل ايفنت الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه؟ بيهاندل انتربت، بيسيف كرنت بروسيس، بيلود ريال تايم بروسيس، وبيعمل اكسكيوت. كل الاعمال اللي قدامك دي يا جماعة بتتطلب وقت من الزمن، بنحاول بقدر الامكان نعملها مينيمايزيشن او تقليل. اخر جمله بس عايزين نقراها مع بعض، فور هارد ريال تايم سيستمز مي هاف تو ريجكت بروسيس از امبوسيبل، يعني دايما لما اجي احاول انفذ الهارد ريال تايم سيستم بحاول ايه بقدر الامكان ارفض
بعض العمليات على قدر الإمكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.